صباح الخير، كيف شفنا جميع الدرس ديال اليوم وهو بوتاج كليغ. اشنو بوتاج كليغ؟ هو الحريره، ولكن كيف تنقولوا حريره صافيه، يعني عصير اما ديال الخضره اما ديال اللحم. غادي نديروا العصير ديال اللحم. اشنو هو؟ غادي نقبطوا لو فون ديال الدجاج، يعني العظام ديال الدجاج كيتسلقوا في الماء وشويه الخضره، كنحيدوا داك العظام وكنحيدوا داك الخضره وكيبقى لنا غير النسمه ديالو. من بعد كناخذوا واحد شويه ديال الكفته، البيض البيض وشويه ديال الخضره، نقردوها مع ديك الخضره ونخلطوها مزيان. علاش؟ لانه داك البيض ملي كنخلطوه مع داك الكفته كيجمعها، وكنحطوها فوق منه وكنطيبوها بالمهل بشويه بشويه، كيفلوطي فوق هذاك ديك الكفته، كتفلوطي فوق هذاك الماء وكنخليوه طيب طيب شويه، كتجمع لانه البيض ديال البيض هو اللي كيجمع هذاك الكفته، دونك كيتسمى كواغولي، اللي كيزيد بحال لصاقه. ومن في المغرفه كتحفروا غير الوسط حتى كديروا واحد التقيبه فاش بحال على شكل شفنجه فوق منه، ومن بعد كيبدا يطيب يطيب، وكاع داك العصير ديال الخضره اللي مطحونه مع الكفته، تقدر تكون البصله، خزو، اللفت، يعني اي نسمه بغيتو، سيلغي. ومن بعد كيطلق الماده ديالو، زيدوا شويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار وخليوه عرفتي تيكون واحد المذاق يا سلام. من بعد زيدوا فيه اللي بغيتو، هذا كيتسمى بوتاج كليغ وكيتسمى كونسومي. نتمنى توفقوا في هذه الوصفه، والسلام عليكم.